يلا تفضل. زين في رأيي هو علشان إذا مثلا أنت ما تبي خصوصية عندك وما تبي أحد يدخل مثلا نايم أو شيء كذي وحد دخل عليك فتحتاج شيء عشان يوقفه. فأنا مخترع مثلا مثل جرس صغير هذا موصل كهرباء فأول ما تنفتح يلزق بالثاني ويطلع أصوات. يلا ورينا شلون. تشوفه هذا الباب يس واو ات وركس مره ثانيه بطل خلينا نشوف اوكي الميكانيزم مالته نايس والصوت يطلع من البطاريه والسماعة اللي هنا طبعا هذا بروتوتايب صح؟ شكرا اسم المخترع لو سمحت محمد حسن